أهلا بكم من جديد. أسهمت الأحداث الاقتصادية العالمية في تذبذب أسعار الذهب عالميا، وطبعا هذا بينعكس بشكل مباشر على التعاملات اليومية في سوق الذهب المحلية. نتعرف على الأسباب الجوهرية التي أدت لهذه التقلبات مع ضيفي الدكتور ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرف التجارية. أهلا وسهلا يا دكتور. خلينا في البداية نعرف من حضرتك، ليه في تقلبات حادة في الفترة دي؟ هل بترتبط بالأحداث مثلا أو الخلافات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة، ولا مرتبطة بأسعار النفط، ولا إيه؟ مساء الخير عليك أولا. هو حضرتك طبعا الخلافات التجارية القائمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من العوامل المؤثرة جدا في أسعار الذهب، وبينعكس ده على البورصات العالمية. فبنجد خلال الـ30 يوم اللي فاتوا فقط لا غير ارتفعت أونصة الذهب أكتر من $33 لتتخطى حاجز الـ1252 بعد ما كانت حوالي $1215، وده بسبب ان انخفاض قيمه الدولار عالميا، وبسبب برضو ان الاقبال على الذهب والبنوك المركزيه الروسيه والصينيه بتميل اكتر الى تخزين الذهب، فده بيؤدي الى مزيد من الاقبال على الذهب عالميا كملاذ امن وكاحتياط استراتيجي جيد بعيدا عن العملات الورقيه التي انخفضت اكثر من 40% خلال الفتره الماضيه. فخلال الشهر الماضي البيتكوين انخفض اكثر من 40%، والنهارده في خسائر حاده للعملات الرقميه وعلى راسها البيتكوين، فده بيؤدي الى مزيد من الاقبال ومزيد من التهافت على المعدن الاصفر الذي يعتبر هو كملاذ امن بعيدا عن العملات الورقيه. ممتاز. النهارده في الاخبار وخلال متابعتنا، الصين والولايات المتحدة هيستأنفوا المباحثات التجارية، هل بتعتقد أنه ده مؤشر جيد وممكن يحدث هدوء في سوق الذهب؟ هو يعني إذا كان العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين وسواء اتفقوا أو لم يتفقوا إلى أن المعدن الأصفر لم يحدد سعره فقط بالمحادثات التجارية اللي بينهم، فتوجد عدة عوامل. فمثلا المشاكل القائمة في فرنسا وبروكسل والاضطرابات القائمة في أوروبا أدت إلى هبوط حاد للبورصة، البورصات الأوروبية والأسهم الأوروبية خاصة، وده عامل قوي جدا يؤدي إلى مزيد الضغط، إلى مزيد من الارتفاع للمعدن الأصفر. خليني أفهم من حضرتك، السوق في مصر شكله إيه، بالذات أن احنا مقبلين على موسم أعياد رأس السنة، وأيضا هناك أعياد الميلاد، كل ده إزاي ممكن يأثر على حركة البيع والشراء بالذات أنه في ارتفاعات؟ هو يعني السوق ليس في أفضل أحواله، إنما نقدر نقول إن احنا بنتعشم في خلال الفترة ديت مزيد من الانتعاش للسوق ومزيد من الإقبال على شراء المشغولات الذهبية خاصة في الأعياد وأعياد الكريسماس وأعياد رأس السنة. أما بتقول حضرتك إنه مش في أفضل حال، يعني نسبة الشراء قلت قد إيه في الفترة الأخيرة؟ يعني ما نقدرش نقول إنها على الأقل يعني بنسبة حوالي 30%، قلت يعني السوق مثلا نقدر نقول شغال تقريبا بنصف طاقته في الوقت الحالي، والذهب بيتم شراؤه يعني للشبكات اللي هي طبعا ما زالت ثقافتنا في صعيد مصر وأهل مصر إن الشبكة هي جزء أساسي ولا يتم، وفي بيتحدد بعدد معين من الجرامات، وده برضو بيساهم إلى جزء بحد كبير في انتعاش السوق. قول لنا في الصعيد، بما انه حضرتك اتكلمت على هذا الجزء من مصر، الشبكه بتكون يعني بتقول بيتحدد الجرامات، يعني المقبول مجتمعيا انه تكون في حدود قد ايه؟ هو يعني حاليا من 30 ل 50 جرام، من 30 ل 50 متوسط، وساعات بتبقى اقل من كده لان القدره الشرائيه اللي بتبقى للعريس دلوقتي بتبقى اقل، يعني ساعات بتبقى اقل من كده، بتبقى دبله ومحبس وخاتم، يعني ساعات بتقل كتير عن 50 جرام. طيب
وهل يعني شراء الجنيه الذهب افضل من شراء المشغولات الذهبيه؟ لانه في ناس بتحب تشتري الجنيهات الذهب عشان ما تخسرش في المصنعيه. هو طبعا الجنيهات الذهب والسبائك بتبقى اقل مصنعيه بكتير من المشغولات. ولو ان في ناس كتير ستات بتبقى ناصحه شويه فبتشتري المشغولات اللي هي المشغولات اللي بنقول عليها الشعبيه اللي هي اجرتها قريبه وبتقدر في الحاله ديت انها تستخدمها يعني في عندها مناسبه وفي نفس الوقت ما بتدفعش مصنعيات كبيره. لكن تقريبا الاتجاه او نمط الشراء ما زال كما هو. طبعا اكيد ثقافه شراء الذهب في مصر اساسيه جدا. ليه؟ لان يعني كمستثمر او كست البيت الناصحه في ناس بتشتري ذهب من ان هو بجنيهات قليله يعني من هو ب 10 جنيه جرام ل 21 و20 جنيه جرام. النهارده وصل الجرام ل 21 تخطى 620 ووصل في وقت من الاوقات حوالي 660 جنيه. ومن المتوقع لو البورصه العالميه لو تخطت حاجز ال 1300 دولار وده شيء وارد جدا لان لا ننسى في يوم من الايام كان سعر وقيت الذهب 1950 دولار. صح. فلو بس تخطت ال 1300 تخطى هنا حاجز ال 700 جنيه. وهنا في ناس دايما بنقول للناس ما حدش اشترى ذهب على مدى العصور وخسر فيه، اللي اشتراه ب 30 باعه ب 50. ليه الذهب دايما ملاذ امان؟ لا لانه اولا الذهب لا هيصدي ولا يبلى، يعني دايما حتى الام بتشيله البنت بنت بنتها مش لبنتها بس. تاني حاجه في ناس بتتعود على وسيله ليس لها تعاملات مع البنوك، لما بيجمع معاها تقدر تشتري خاتم بتشتريه، حلقه بتشتريه، غويشه بتشتريها، وبتيجي بعد كده تفاجئ انها جمعت كميه لا باس بيها مع ارتفاع ان الذهب بيرتفع سعره، فبتفاجئ انها جمعت مبلغ جيد جدا جدا تقدر تشتريه، عايزه شقه لابنها بتلاقيها، عايزه تجهز بنتها بتلاقيها. في اي ظرف طارئ برضو بتجد ان كل اللي ادخرته ده يعني ادخار جيد وناجح وبيحتفظ لان يعني قولي يعني احنا خلال الثلاث سنوات الاخيره بس الذهب ارتفع حوالي اكتر من 130%. صحيح. فهنا كل اللي اشترى حتى لو دفع مصنعيات حتى لو دفع أجور بالعكس استفاد واستفاد جدا كمان. طبعا مصر من أهم الدول تاريخيا في صناعة الذهب والمشغولات الذهبية وأثرنا تشهد على كل ده، لكن من وجهة نظر حضرتك أين تقع مصر الآن في خارطة صناعة الذهب عالميا؟ وفي أسواق مجاورة أصبحت منتعشة جدا بالصناعة وعندها مناطق مخصوصة لها. مصر حاليا في مركز تعتبر متقدم ومتقدم جدا في مجال الصناعات، صناعة الذهب، ونستطيع حاليا ان احنا نقول ننتج منتج لا يقل عن المنتج الايطالي او المستورد من اي دولة من العالم. والعامل المصري من امهر العمال ويملك الاورينتال مود اللي هو الذوق الشرقي ويستطيع ان ينافس على كافة الأصعدة. فحضرتك شايف انه ما زلنا لدينا ميزه اكيد اكيد طبعا اكيد تنافسية. طبعا ما اكيد طبعا لا، لكن ان احنا بنحتاج الى دعم اكتر دعم اكتر من الدوله، دعم اكتر لتصدير المشغولات، دعم اكتر لهذه الصناعه. لان حضرتك برضو الفت نظر حضرتك ان الذهب ملغي من التعاملات البنكيه، يعني لما احب اي مصنع او البنك المركزي مانع التعاملات البنكيه. وهنا بحب الفت نظر حضرتك لحاجه، يوجد فرق. لا بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ان انا ما اقدرش ان انا يعني كصناعه الذهب اخد مثلا في قروض للمشروعات الصغيره بنسبه 5%. أيوة. لا حاليا بالنسبه للذهب الكلام ده مش موجود. لان الذهب مع انها صناعه ولديها فرصه كبيره للتصدير، البنك المركزي ان والبنوك عامه لدعم هذه الصناعه. وهنا بنفرق ما بين حاجتين مهمين قوي، ما بين تجاره الذهب وبين المضاربه على الذهب. يعني المضاربه على الذهب هي المضاربه في البورصه ودي اللي بتتعرض لخسائر كبيره، اما الصناعه كصناعه فهي لا تتعرض لاي خسائر، بالعكس ناجحه جدا
وأي استثمار فيها بيؤدي إلى عوائد ممتازة. طبعا سمعنا أن الهيئة العامة للاستثمار بتسعى للتوسع في إنشاء العديد من المناطق الحرة ومنها صناعة الذهب. إيه المعلومات المتوفرة هو حول فعلا هذا الموضوع؟ يعني اجتمعنا مع الأستاذ محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار ومشكورا بيبذل قصارى جهده في توفير أن احنا نوفر مساحة جيدة جدا تكون فيها تجمع للمصانع المنتجة للذهب وتجمع لبيع المشغولات التي تنتجها هذه المصانع، وده محتاج دعم أكتر من البنك المركزي، دعم أكتر من البنوك، دعم أكتر، لأن صناعة الذهب في مصر من الصناعات الواعدة اللي لو ولناها انتباه أو اهتمام أكتر سنجد نتائج ممتازة. حضرتك عندما تقول دعم، ما هي المطالب المحددة لهذه الصناعة وللعاملين في هذه الصناعة؟ يعني حضرتك مثلا لو جينا لصناعة الذهب في دبي مثلا، هنجد ان هم ميسرين هناك حاجة اسمها قرض للمصانع، قرض ذهب. يعني اي مصنع يستطيع ان يقترض كمية من الذهب لو دخل عليه موسم شغل معين وبنسبة فائدة قليلة جدا. يقترض ذهب، يقترض ذهب ويرد ذهب. يقترض ذهب ويردوا ذهب. فهو هنا في الحالة ديت بيقترض الجزء اللي هو محتاجه وبيشغل عمالة عدد كبير جدا جدا، وبعد ما بينهي الموسم بتاعه بيقدر يرجع القرض بتاعه بالفايدة المعتدلة بتاعته. فهنا لو احنا طبقنا هذا يعني النظام، يعني بيقترض المادة الخام اللي بيقترض بيشتغل بيها. المادة الخام وبيقترضها مادة خام وبيرجعها مادة خام. فاحنا لا نقل عن اي من الاسواق ديت، بالعكس احنا نملك كل الامكانيات، ولو تطبق هذا النظام هيبقى نظام رائع جدا وهتكون لنتائج فوق الممتازه. ايه المطالب الثانيه غير التسهيلات في التمويل؟ يعني هل ما زالت العماله مستمره في هذه الصناعه وهذا القطاع؟ نسمع بعض الاشاعات عن هروب العاملين في هذه الصناعه. لا لا لا، صناعه الذهب في مصر بخير، ويوجد يعني كميه كبيره جدا من العاملين بيها، وتحتاج الى مزيد من الدفع، تحتاج الى مزيد من الاهتمام، لكنها قائمه. ولان الذهب في مصر بالنسبه للاسره المصريه من الاساسيات جدا جدا، يعني ست بيت المصريه او فلا تستغني اطلاقا عن انها تشتري، لانها وجدت على مر الاوقات ان اي حاجه بتشتريها فهي دايما بتربح فيها، وفي نفس الوقت بتقدر يعني تدخر كوسيله ناجحه جدا جدا للادخار والاستثمار. المنطقه العربيه فيها بلاد مشهوره بوجود سوق كبير للذهب، بنتكلم عن دبي، عن في الامارات العربيه المتحده، السعوديه. هل نحن على يمكن ان نكون على قدم المساواه او المنافسه حتى، لانه اصبح عندهم يعني مناطق معروفة بأنها سوق ذهب كبير وبيأتي ناس من كل أنحاء العالم؟ لا نملك مصانع وكقدرة إنتاجية وكنوعية مشغولات لا نقل عن أي أحد، بالعكس العامل المصري متفوق في جميع المجالات. ولو أولينا هذه الصناعة مزيد من الاهتمام ومزيد من التركيز ومزيد من التسهيلات الائتمانية، وأنا بكرر مرة تانية أنه يوجد فرق كبير بين المضاربة على الذهب والتجارة في الذهب. نحن نادي بالتجارة في الذهب، استثمار في الذهب، في تشغيل العمالة، التشغيل الواسع للعمالة، في تصدير المنتجات وتسهيل تصديرها. حنواصل الحديث طبعا، لكن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن بالغرفة التجارية. مساء الخير أستاذ نادي. طبعا كان في موضوع دائما يثار فيما يتعلق بالذهب وتبعيته لوزارة التموين، ما هي وجهة نظركم بهذا الخصوص؟ يعني احنا تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وانا بأشكر معالي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاونه الكبير في جميع المجالات، الصناعة والتجارة، ومراعاته للمهنة
ومتطلباتها، وهو مستجيب معانا الحقيقة، وبشكر معاليه على الاستجابة وعلى انه مراعينا مراعاة جميلة جدا جدا، وبنتمنى ليه كل الخير والصحة. تمام، شكرا جزيلا استاذ نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن بالغرفة التجارية. ده كان موضوع اتكلمنا عنه في حلقات سابقة. كتير الناس ما بتستوعبش ليه الذهب يكون تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية. احنا يعني في مكاييل وموازين عندنا، فمصلحة الدمغة والموازين بالمكاييل تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية. والأستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مشكورا ما بيأخرش أي مجهود، وبالعكس يعني هم قائمين بقوة على تطوير الصناعة وتطوير آليات جديدة لدمغ المشغولات، اللي هو بإذن الله في القريب العاجل اللي هو سيتم نظام بدل الدمغ بالأختام التقليدية نظام التكويد، وهو يعتبر الدمغ بالليزر. وده سيحدث طفرة كبيرة جدا في صناعة الذهب في مصر، لأنه تماما بيقضي على أي أسلوب للغش، وبيحمي تماما المنتج وبيحمي المستهلك تماما، وبيدي المستهلك اللي من حقه يشتري سلعة آمنة تماما. لأن النهاردة سلعة الذهب أصبحت من السلع المكلفة، النهاردة جرام ب600 وحاجة، غير المصنعية غير الدمغة والضريبة. فلازم ان احنا نقدم آليات جديدة. لكن اللي مش مفهوم يا فندم ليه مش تبع وزارة الصناعة؟ هي الفكرة يعني منطقي اكتر انه تكون صناعة الذهب تبع وزارة الصناعة. هي المشكلة مش احنا، بالعكس احنا يعني كل ما يمكن ان يقدم لهذه الصناعة يقدم، وكل ما نطلبه كشعبة الزكاة الوزارة بتستجيب ليه، وبالعكس يعني قائم على رئاسة المصلحة سيادة اللواء عبد الله، فهو حتى بيقوم بجولات خارجية كثيرة جدا لاستنباط أحدث الأساليب لتطبيقها في مصر. أحب أسأل حضرتك عن الفرص الموجودة للصناعة للتصدير، وخاصة التصدير لإفريقيا. الاهتمام كبير جدا بالسوق الأفريقية وتشجيع التبادل التجاري، أين يقع الذهب ضمن هذه الخطة؟ هي إحنا طبعا السوق المحلي والمصانع الحالية وصناعة الذهب عندها فرصة هائلة جدا للتصدير للسوق الأفريقي، خاصة أن المنتج المصري يلاقي رواجا في هذه الأسواق، ولكن نحتاج إلى بعض الدفع وبعض تعديل القوانين الخاصة، ودي قوانين خاصة بوزارة المالية وليست خاصة بوزارة التموين. عن أي قوانين نتحدث؟ في توجد بعض الرسوم المفروضة على تصدير المشغولات التي في حاجة إلى تخفيضها أو إلغائها، بحيث أن احنا ندعم تصدير المشغول. وده هيساعد كتير جدا جدا على القدرة. النسبة قد إيه يا فندم؟ نسبة هي نسبة بنحط حوالي 1%، ودي مع ارتفاع سعر الذهب أصبحت تمثل قيمة كبيرة جدا. وفي حالة إلغاء الرسوم على تصدير المشغولات، فده هيفتح باب كبير جدا جدا للمنافسة للمنتج المصري مع المنتجات العالمية، خاصة المنتج الهندي والإيطالي. طيب هل بتكون في رسوم في المناشئ اللي حضرتك ذكرتها، إيطاليا والهند؟ هل بلدهم بتفرض رسوم تصدير؟ يعني لا، مع الأسف المنتج يعني هناك بالنسبة للمشغولات المنافسة لا، الرسوم أقل، يعني أقل منها كتير جدا أقل، لكن هناك رسوم. أكيد طبعا. طيب كمان كنا عايزين نتكلم عن المخزون الموجود لدى مصر من الذهب. مصر فيها مناجم ذهب كما هو معروف، وموجودة في مناطق محددة معروفة لنا. هل هناك خطط مثلا لإنشاء مناطق صناعية مرتبطة بالموقع في هذه المناطق، ولا مش ضروري؟ مصدر منذ عهد الفراعنة
ويوجد في بعض البردية الموجودة في متاحف لندن اللي بتقول في عندنا أكتر من 120 موقع للذهب الخام في مصر. ومصر مش موجود الذهب بس في منجم السركري اللي هو المشهور الأكثر شهرة، إنما في مناطق أخرى كثيرة بيها وفيها نسبة ذهب اقتصادية جدا، وتدعو إن احنا مصر مبشرة بالخير بالنسبة للإنتاج الذهب والتنجيم عن الذهب. في يوجد منطقة وادي عطوط بصحراء الشرقية ووادي العلاقي، وتوجد أكثر من مناطق أخرى نستطيع أن تنتج كمس زي منجم السكري ويمكن أكثر كمان. شكرا جزيلا دكتور ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرف التجارية. مشاهدينا الكرام، أشكركم جزيلا على المتابعة ونراكم بعد قليل.